في هذه اللحظات على مشارف حي الوعر، هذا الحي الذي ما زال يخضع حتى هذه اللحظة لسيطرة القوات الحكومية. ترون بعدسة الكاميرا في تلك المشاهد المباشرة والحصرية عبر الشاشتي العربية والحدث بعدسة الكاميرا التي نقترب إليها الآن، تلك الأبنية التي نقترب إليها شيئا فشيئا. تلك هي أحياء مدينة الوعر بعدسة الكاميرا. الآن فصائل إدارة العمليات العسكرية المكونة من تحرير الشام ومن معها من الحلفاء باتت على مشارف مدينة حمص. المسافة الفاصلة هي بضعة كيلو مترات فقط. هذه هي العملية، عملية ردع العدوان التي تستهدف بشكل رئيسي مدينة حماه وحلب ومدينة حمص، تلك التي ترونها بعدسة الكاميرا. العمليات القتالية متواصلة مستمرة. نتجه إلى الاتجاه الآخر من أحياء حمص. هذه الأحياء، هذه الصور المباشرة التي ترونها الآن، تلك هي أحياء مدينة حمص، هذاك هو حي الوعر، وبالتالي هنا المسافة باتت قريبة جدا من مدخل المدينة. هنا نحن بشكل حصري وكأول وسيلة إعلامية ندخل إلى هذه المواقع هنا من ريف حمص الشمالي وعلى تخوم حي الوعر لقناتي العربية والحدث. محمد هارون، ريف حمص الشمالي.